اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن الأسعار الجديدة العربيات شفرلي دبابة 2021 وتحطيم الأسعار من معرض الأستاذ محمود خلف، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-35-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وأخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة الأستاذ محمود خلف حطم الأسعار الخاصة بعربيات شوفرلي دبابة 2021. هقول لحضراتكم على أسعار العربيات جميع الألوان وكمان جميع الإمكانيات. عربية شوفرلي دبابة اللون أحمر باور وكاسيت وبلوتوث سعرها 299,000 جنيه. عربية دبابة 2021 اللون أبيض كاسيت وبلوتوث سعرها 298,000 جنيه. عربية دبابة 2021 اللون أخضر باور وكاسيت وبلوتوث سعرها 301,000 جنيه. دبابة اللون أحمر فيها جميع الكماليات سعرها 335,000 جنيه. دبابة اللون أخضر فيها جميع الكماليات سعرها 337,000 جنيه. دبابة اللون أبيض كاملة مكيف وشاشة وكاميرا سعرها 340,000 جنيه. الأسعار ديت كلها موجودة في معرض محمود خلف، ورقم التليفون الخاص بالمعرض هو 012-07-62-8899. رقم المعرض مرة أخرى 012-07-62-8899. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.